الحالة الاستثنائية اليوم الشيخ أحمد الدفدف. استثنائية اليوم احنا في ضيافة الشيخ احمد الدفتر. بجهده الذاتي اصبح شخصية احترافية في الاقتناء انتيكات تحف اسلحة. انشأ حديقة حيوانات بجهده الذاتي على ضفاف شط العرب. الغاية من هذه الحديقة هو ايجاد متنفس لعوائل البصرة والمحافظات الجنوب. بالبداية نتعرف بحضرتك شيخ. حياك الله الشيخ احمد الدفتر القطراني احد شيوخ عشان البطانة. اهلا وسهلا. حياك الله. شيخ تقدر تسولف لنا شلون بداياتك بجمع هاي المقتنيات التحفيز؟ والله يعني منذ الصغر واكو تحفيز يعني من الوالد الله يرحمه كان يجمع بعض الشغلات القديمه. فصار عندي تشجيع وبديت من الشباب لحد الان. يعني ما خليت شيء. كم سنه صار لك يعني انت بديت تشتغل بهاي القضيه بجمع المقتنيات؟ قلت لك من الشباب يعني عمري حوالي 18 سنة ظلت اجمع بها، مثلا مولد 57. نعم الله يعطيك طولة العمر. الله يرحمه والديه. فمن ذيك الفترة لحد هاي الفترة. يعني إذا ما اشتري أنت تعتبرها هواية يعني. اكو ناس اختصاص لهي الشغلات تبيع. اكو يبيعون ويشترون. واكو بيوت من العوائل القديمة يعني يسافرون يهاجرون. عندهم آثار قديمة. نعم. فهم اشتريه من عندهم. زين مصادرك منين تجيب يعني؟ كل بس من ذا كله من عندي. من جيب الخاص. فجامع كلها يعني من الادوات التصوير كافه، الادوات الموسيقيه، اسلحه، الاسلحه، ساحات. الادوات المنزليه القديمه اللي كانوا اهلنا يستخدموها مثل هاي المصطلحات شلون نجيب بها من الشارع. نعم. يعني شكو حتى نظارات انا جاي اشوف عدسات يعني يعني انواع ما خليت شيء ما حتى الكاميرا هاي الشمسيه كلفتك هواي هاي ايش قد تقدر هاي الثروه؟ ما اقدر اقدر هاي لان انا بيت بيزي كل اعيش هواي اول نعلم هذا الجيل شلون احنا قبل كانوا يستخدمون مثلا في الحياه شلون يعيشون ماي ماكو نقول لهم هذا الحب كان موجود والشربه شلون هاي يبردون بها الماي كهرباء ماكو موجودة كانت هذا الفانوس واللوكس لا حتى هذا يعني شلون كانوا يقعدون مثلا قبل زوالي ولا هذا على الحصران يعني هواي شغلات نعلمهم نعلم هذه ملابسهم شلون كانوا يضربوها قبل نعم وهذا الاوتي الفحم هاي وحده من الغايات اثنين اكو يعني شغلات نفيسه عظيمه تطلع خارج البلد هو مهما يكون ثمنها اشتريها في سبيل حتى لا تطلع تحافظ على التراث قبل كانوا يجون سياح ويشترون ماكو شيء شغله قديمه اذا ما يشتروها كان عندي ابن قبل فتره الامارات لقى هاي الصواني دق بغداد وهذا نقش بغداد كلها هناك موجوده يبيعون بها فهظيمه يعني تطلع خارج البلاد وهي ثروتنا يعتبر تراثنا نعم مضيف نسميه هذا المكان هو مضيف ويجمع يعني منتدى للشعراء نعم. والادباء انا يعني اشجع الفن كافه الفنون يعني مو بس الفن مثل الموسيقى او والثقافه ايضا نعم. تدعمها تدعم شوف دوم يعني من يجون الفنانين هنا البصره اول ما يجون يزورون هنا من استضافيت من الشخصيات المعروفه والله وايد الفنانين ياس خضر ياس خضر يعني ماجد ياسين ما شاء الله لو يا احمد هو يعني ابو طيبه خليل ابراهيم خليل ابراهيم نعم دوم يعني من يجون هنا تربطك بهم علاقات قديمه وجديده نعم. يعني ما يجون بسبب المتحف هذا لا علاقات نعم ف
بالنسبة طرقت على الحيوانات، يمكن على الحديقة. الحديقة هم هواية هاي كانت عندي، كنت أربي شغلات يعني البسيطة كالطاووس والنعام إيه، فخليه هنا بالحديقة هاي جنب البيت، وجبت ذيب وما أدري شنو، فالناس يعني بكثرة قاموا يزورونا هنا، فاقترحوا علي قالوا ليش ما يعني نجيب لك حيوانات، تنشا حديقة حيوانات خليها متنفسة للبقرة. والله جبت الاسود والدببة والنمور يعني كافة الحيوانات والطيور انواعها، فانشأت حديقة هنا مصغرة من البيت، فكانوا زائرين بكثرة، واقترحوا علي جماعة قالوا خذ لك حديقة كبيرة الناس على شط العرب، اخذت متنزه. مشروع مربح يعني تشوفه؟ لو والله هو مو مربح، الغاية منها يعني اسعاد الناس هاي، والناس تشوف هاي الحيوانات. انا حسب ما سمعت يعني وسولفوني اصدقائي انه حضرتك جاي تصرف على الحيوانات الموجودة هنا، لان اكلها خاص، شربها خاص، جاي تصرف عليه اكثر مما جاي يدخل لك وارد. في اكثر شهور يعني مثل شهر محرم وغيره. زين، واما اللي نقول يعني احنا نعلنا عليك لان انت راجل جاي تقدم لنا خدمه، هاي مو استنزاف الى ثروتك؟ طبعا بعد ما اقدر، مو هي هاي معتبرها كوايري مو شغله تجاريه. نقدر نقول عنك مجاهد؟ والله هاي ظلت يمكم بعد شوفوها يعني كجهاد. هذا هي معاني الجهاد، جهاد بالنفس، جهاد بالاموال، جهاد بال انت رجل انت جاهدت واجتهدت بجمع هذه المقتنيات ولا وحديقه الحيوان اسستها وهي هاي. دكتور بالمناسبه يعني هذا جزء بسيط اللي عندي خازنه قد هاي المجموعه اللي خاب صوروا هسه، يعني عشرات عشرات المرات. اي هاي جزء بسيط يعني، هذا انا خازن بيت كامل خازن دي شغلات قديمه وتحول. اريدك تحكي لي بشكل مختصر او اهم الاشياء الموجوده بهذا المتحف المتوسط والصغير ان شاء الله. سولف لنا. تفضل. يا ايوه ما سعيد ابن هنا. نعم، هاي نبدي بها من الاسلحه. من الاسلحه طبعا. نعم. هذا المسدسات، هذا بالبكره القديم. نعم. هذا اقدم بندقيه. ايوه بس هاي جاب اللوكس يعني. هذا كان غداره. اي هي هم غداره. بس هذا شنو؟ هذا مو مخزن يعني، هذا اعتاد يخلوه فوق. المانيه. المانيه يعني عمرها ما يقارب 150 سنه. زين هاي شنو؟ هذا لا تحويل، هاي شنو تسوي يعني؟ لا تصنيع. اي نعم. اي اي لك الشغلات القديمه، هاي الصوره يعني مهدات لاحد الشخصيات الكبار. باكيت هذا الجداير اللي يعني هذا مال سومر القديم. يا سومر يا بغداد. ها قيثارهم. هذا اللوكس. اوخ. اي هذا لوكس. انا ما اشوف هذا غازي، ملك غازي. ملك غازي. هاي جاير غازي قديمه صحيح. وهذا هم غازي. الله طبعا المناسبة بيهن لحد له. الله بيهن شو؟ الله يرحم ال الله. بس هذا معتق واحد لا يشرب الاشجار اي. يقتل هذا مكانه. ما شاء الله. هاي اهلية. الاهلية هاي اول اشجارة بالعراق. صحيح. الاهلية. صحيح. هذا الجمهوري. جمهوري. بعد مسفر ها شوف. هم جمهوري. يلا هذا بغداد القديم. بغداد القديم ابو تشيس. القديم مو الاحمر. لا الاحمر تاريخي. هذا الابيض. اي هذا بغداد الابيض. وبعد اجى ورا واحد هذا شوف. هذا هذا لا. اي هذا بعدين بعدين اجى. هذا بعده بعد هذا بغداد القديم. هم ابو تشيس. يعني اذا اريد ادقق بالاشياء الموجوده هنا يراد لي يوم كامل. لا ما تخلص. ما خلص الحين بس ان شاء الله خلبني. يراد لنا يوم كامل. الساعات القديمه كلها عندي. يعني فعلا متحف. يعني حتى مال عبد الكريم قاسم صورته بي عندي وحده. ما اكو بالمال. لا لا بالساعه. بالساعه. والله ما عندي مال كيف نسيتها. لا هذا مو مفهوم. اي فاكو شغلات هم هناك سيدنا اذا تصور الراديو هاته.
كل هاي راديوات وهاي البيت اكثر من الترتيب. هذا ايش قد عمره؟ ايش قد تقدر عمره؟ والله ما ادري. هذا فوق ال 100 سنه استاذ هشام. نعم هذا الراديو فوق ال 100 سنه. يعني جدي كان عنده جد ابوي عبد الرزاق كان عنده جايب هنا انواع زين مصرج لايت كاميرا الشمسيه هاي والله هي كانت بس هاي ما اختني يعني ما عندي هذا السرج هذا السرج هذا جلد اي فبس هاي كانت ما عندي زين حصلتها من بغداد ادلال وقمقم عندك هاي الاسلحه كافه الاسلحه القديمه كافه الاسلحه هذا بوقي شوف طلع شاف طبعا يعني اذا اريد ادقق بالاشياء الموجوده هنا انا يرادلي يوم كامل لا ما تخلص ما تخلص الحين بس ان شاء الله خلبني يعني حقيقه اللي شفناه اليوم هذا الشيء مذهل مو طبيعي من التحفيات والاثاريات والانتيكات يعني حتى واحد شعر جلده يصير بقشعريره من وضعيه الاشياء يعني مو بس هاي يعني ايش يعني من شفت هاي الراديو والجرام وغيره من هذني المسرج والفانوس يعني حتى يعني مشاعر يعني واحد اختلجت اي الانسان المتقدم بالعمر يرجع لان انا حسيت يرجع للشباب يرجع صدق شميت ريحه قديمه ريحه اجدادي بهاي الاشياء القديمه بس ان شاء الله نراكم الحديقه يا ريت تروح تشوف الحديقه ان شاء الله شوف الحيوانات شوف الحيوانات يعني شيخ انا سامع بغبغاء يسولف والله اليوم غراب يسولف والله والله السلام عليكم والله والله السلام عليكم افتح لك القفص ما تشريد والله قول والله قول والله اكلهم خاص وقائيا شلون تتعامل وياهم يعني اكو علاجات بس هذا اليف يعني ما هذا عمره 100 سنه هذا اليف هذا اليف هذا اسد هذا اسد بس بعد يعني مو كبير هذا صغير انسان بصري بصير سخر امواله وثروته لاسعاد اهل البصره هذا هو الانسان البصري هذه هي الحاله الاستثنائيه البصريون بخير